بيكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله بيكم جديد. النهارده في سان سيتي، يعني جو مختلف وحاجات مختلفه، يعني اول فلوج في القناه انا عارف، بس عادي يعني سنتجول يعني شويه. حاجات جميله كده في سان سيتي، جو ازعاج جدا، ناس عماله تتكلم. عايزه ادور شويه عشان اصور الفيديو، مش لاقي. ماشي يلا، مش مهم. اروح حته تاني وارجع لكم على طول. اماكن جميله. تعالى يا يوسف. واد محل البرامج ده او الحاجات الحادقه زي ما بيقول، يعني واد فيه هناك قطر كده. ودي مكنة خياطة، بتاعت الخياطة، مكنة خياطة. مكان حلو بغض النظر عن الصوت اللي فيه. الواحد في ناس بتتزحلق هناك على الجليد كده. احنا ادي قطر. جت حلوه بصراحه، بس ازاي القطر ده جاله لهم؟ معرفش. منظر مرعب بالنسبه لنا عشان انا بخاف من المرتفعات، وكمان الكنيسه قدام مبتله في كل الاماكن فيها الحاجات دي، بس ازاي والارضيه مش مبتله؟ اي دونت نو يعني بصراحه. يعني مكان جميل، انا ما اعرفش كررتها قد ايه. مكان جميل ديت، بس بصراحه لا تغلو. يعني هنطلع على السلم تاني، بس المره دي بشكل مختلف. التاني كان سباي كده، انما ده مش شغال برضه زي التاني. سنقابلكم لما نجي. السلم كان بايظ، كل السلالم هنا بايظة تقريبا يعني، فانا عايزة اكل بصراحة، تعبت من السلم، انا عايزة اكل، اريد ان اكل. هنشوف مكان الاكل بعد ما اكلت الحمد لله. يعني هاو ماستر، بقيت بكل طاقتي وحيويتي بسرعه بلط. عارف انه مفيش بس عادي يعني، عادي 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 عادي. اعتبروني اهبل، اعتبروني اهبل 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 اهبل. واو، بص بص دي بتتغير لوحدها، اتغيرتش؟ اتغيرتش لسه؟ انا احرجت الصراحه يعني. عادي 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 عادي، انا عايزه اكل تاني. عادي عادي، خدوها كاني واحد اخوكم يعني. ديسباسيتو ديسباسيتو. سلام. اوه تلاوة، حاجات ما ينفعش تتصور. حاجات حلوة. شكشك
القطر هو يا جماعه بسرعه. وفي تسلق جليد تحت. واو حاجات جميلة، حاجات جميلة قوي. وانا عن نفسي انا شفت حاجات الصراحة ما شفتهاش في حياتي في المول ده. سانسيت روعة.